مساء الخير صبايا، اليوم رح نعمل أكلة كتير طيبة. هي داود باشا، كل الحلبية بيعملوها. طبعا الشعوب بتتأثر ببعضها، وهي حلب تعرفوا انتو كتير قريبة من تركيا. بيقولوا انه أصولها تركية، وفي منهم بيقولوا أصولها أرمنية. وبتعرفوا الأرمن كانوا عايشين بتركيا وبنفس الوقت موجودين بحلب بكفة. طيب نعرض مكونات داود باشا. أنا دايما بقلكن مكوناتي مثل مكوناتكن، ولكن طريقة التحضير تختلف بوجود حركة واحدة أو بوجود مكون زائد تعطيكي الأطيب. ما هي؟ طيب نحن الحلبية، أنا طبعا مغتربة بالسعودية خارج حلب. نحن الحلبية عنا بندورة رائعة، وفي هلأ موسم البندورة البلدية، وهي تتميز بالحمار والطعم الطيب. ما لنا بحاجة لدبس بندورة، تمام؟ طيب أنا بندورة جبت بندورات بهالحجم، 5 كبار، قشرتن وضربتن على الميكسر بهالطريقة. جبت بندورتين حجم وسط، قشرتن فرمتن بهالطريقة، تمام؟ طيب جبت بصلتين كبار فرمتن، بصلتين كبار الجناح مثل تبع المجدرة تماما، فرمته ورشيته بس معلقة صغيرة شاي طحين وحطيته على جنب. بعدين شوحته على النار بمعلقة سمنة، زبدة، زيت، اختاري الدسم اللي بتحبيه. دهنة ما في اشكال، ما بدنا نختلف عن الدسم. طيب طبعا ما تنسي البهار الحلبي، طرحت مقاديره. ما تنسي رش بسيطة قرفة، بسيطة جدا قرفة، مثل ما قلنا دبس بندورة، صنوبر اختياري جود بالموجود، فستق حلبي كمان اختياري، هذا اختياري. كبابة، نحن بنسميها كبابة الحلبية، هي لحمة ناعمة تؤخذ من الكتف أو الفخذ. لماذا؟ لازم تتساءلي ليش؟ لأنه ما فيها عروق، اللحمة بتلاقيها ما لها عروق، بنفس الوقت طرية بتاخذ العقل. بدك عجل ما في إشكال أبدا، عجل يكون صغير، حطي معه دهنة غنم بتاخذي أزكى لحم، بتضيع معك، بتحسبيها لحمة خروف. بتحطي معه بهار، رشة قرفة، ملح، هي هي. عندك اختيارين، أنا بشكلهم مثل كبة اللبنية، حطيت بهار، حطيت ملح، أنا وبحط بودرة ماجي بفركة للكباب فيها، تمام؟ بودرة ماجي يعني مكعب ماجي صغير، عندك يا جود بالموجود بتفركي الكباب فيه. طيب أنا إما بتعمليها بهالشكل جود بالموجود بدون حشوة، بتحطي جنبك ماء مثلج، بتلتي ايدك وبتشكليها بهالطريقة، او بهالطريقة بردية انت مشان تتماسك معك. انا هذا هو الصنوبر، بحشية بهالطريقة وبكورة بهالطريقة، او بطريقة مثل اللوزة او مثل اللبنية، الكبة طبعا شكل الكبة بتريدي بهالشكل. الماء جنبك مثلج، بتشكليها بهالطريقة. انتي العبي بالحجم اللي بدك اياه، هذا اختياري، هذا اختياري وذوق شخصي. طيب انا بعد ما عملتهم بهالشكل بدي اثبت شكلهم، ايش بساوي؟ بحطهم دقيقتين فقط بالميكروويف، بيعطينا هالسائل الجميل. هذا بزل من اللحم ككل، أنا حطيت 3/4 كيلو لحم.
تمام؟ بذل هالمزيج. طيب نحن بدنا نبدأ بتحضير داود باشا. شلون؟ بفرم البصل بهالطريقة، رشيت له رشة طحين، بعدين بدبله بسمنة أو زبدة أو زيت، تمام؟ وقسمته اسمين، قسمته اسمين. هلا شوفي ايش بدي اساوي. بجي عندك بعد ما تدخلي الكبابي وثبتنا شكلها بالميكروويف، حتى ما في داعي بدك رأسا تحطي السمنه وتدبليها فورا. هلا رح اقول لك شلون. مثل هالطريقه مباشره انا حطيتها على الغاز دبلتها. خلينا ننتقل لهون. هلا انا هذا البصل شوحته مثل ما قلنا بالدسم. بعد ما شوحته حطيت على جنب مثل ما قلنا، وهلا اخذت معلقه صغيره وحده، لانه نحن المغتربين بندورتنا ما بتعطي لون، حطيت معلقه دبس بندوره مع دسم اختاري انت وشوحتها. بعد ما شوحتها حطيت البندورة. خلينا ننتقل لهون. حطيت البندورة انتي بدك تسأليني ليش الطحين حطيتي؟ بيعطي تمازج حلو وطعم أحلى للخليط. بدك تستثني انتي حرة، بدك تستثني انتي حرة. أنا نص مزيج البصل حطيته ببداية تعقيد البندورة بهالشكل، وتركت هالمزيج هاد هون. انا بدي احطه بنهاية طبختي. خلينا نركز شوي. حتى بالفرد بتقدري على الغاز. انا بدي اشوحهم. هاي هي مرقتي، بدي احطها هون. هذا الصوص اللي نزل من الكباب طعمته رائعة، وهو رح يعطيه الطعم الأطيب. طبعا أنا مثل ما قلت شوحت معلقة دبس بندورة. نحن المغتربين بندورتنا مي بلدية، إذا بندورتك بلدية ما في داعي. أنا بقلي صنوبر وفستق بالنهاية بعد ما يتعقد الكباب الهندي كله، بحطه بالنهاية مشان ما يلين الصنوبر ومشان ما يلين الفستق. وهذا اللحم بحط نصه بنص طبخ داود باشا. هلأ بعد ما تتعقد البندورة مزبوط بطب النص وبخليه يغلي غلوتين، وبنهاية طبختي بحط الباقي وغلوة وحدة فقط. بدك تسأليني تقليلي مدام ليش؟ أنا بدي الحشوة الصنوبر وتقلاية هالكباب الطيبة ووضع البهار ورشة القرفة وهالمزيج اللحم المتناغم الممزوج ببعضه، ما أروح طعمته بتمي أبدا. أخذنا نحن طعمتين، طعمة الداود الباشا اللي جوات الصوص البندورة، منحطه بنص عملية الاستواء
والباقي بحطه بالأخير. رح أعطيكي ذوق شخصي لمكون الداود باشا. هلأ أنا بالنسبة إلي عيلتي ما بتحب دبس رمان، بس في اجتهادات وفي ناس، وأنا دقته طيب، بيحطوا معلقة دبس رمان، وفي ناس ما بيكتفوا بدبس البندورة اللي إله مزة حموضة. أنا ليش حطيت معلقة دبس بندورة البلدية؟ لتعطيني مزة حموضة دبس البندورة. في منهم ما بيكتفوا، لذلك بيحطوا فنجان قهوة ليمون، ليمون عصير ليمون. طيب مثل ما قلنا هون الكبابة بتقدري تعمليها بالفرن. شوفي شلون هلا شكلها، معلش نقرب، شوفي شلون رح تبذل هالصوص المرتب الحلو جنبه. طبعا رز بشعيرية، شوفي شلون عم يغلي. انت بتلعبي بتسبيك الصوص، حبيتيه سائل كتير زيدي مي على راحتك، او ما تخليه يتعقد كتير. بتحبيه يتعقد ويطلع سميك بتغلي زيادة. هذا هو داود باشا. بعد شوي رح ننتقل لطريقة التقديم اللي هي الاروع. مثل ما قلنا في اضافة انا بحطها هي زينة، طبعا زينة فقط، بحط معلقة زبدة مع معلقة زيت مازولا، بشوح الترانشات تو شرائح فليفلة من خضرة وحمرة، بزين فيه داود باشا. اللي بيحب بياخد من هالزينة ليضيف لصوص الداود باشا. في منهم ما بيحبوا، هي مجرد زينة زائد طعمة ولكن اختيارية. شوفي شلون غلى هون. هلأ أنا رح أسقط الكبابة نصها بس، الباقي ما رح أسقطه. شوفي هالعصارة اللي بتجنن. هدول ما رح أسقطهم أبدا، بالنهاية رح أحطهم أنا، بدي أحمرهم مزبوط، وأحط لهم معلقة سمن عربي مشان يعطيهم الطعم الأطيب. أهلا وسهلا فيكي صبي. منكمل سبايا لداود باشا. اتعقدت داود باشا. أنا هون بدي أفحم أدخن داود باشا. انتبهي على طريقة التدخين، بتفيدك لكتير شغلات، للكبة بسياخ، للمشاوي، لكتير شغلات. شعلت الفحمة الأرجيلة هون. أنا هون قلت لك نص اللحم بسبكه بنص طبخ داود باشا، والنص الثاني بقليه. شوفي شلون حطيت بهي، أنا دخنته، حطيت فح زيت، زيت. شوفي شلون بشيل هاي الفحمة، شوفي شلون طلع، شلون تحط نقطة زيت شلون يطلع فحمة دخنة. شايفه شايفه هالدخنة. أنا إيش بعمل؟ بغطيها، بحبسها بهالشكل لمدة 10 دقايق. تمام، أنا حبستها بالدخنة وخلصت تدخينها. تمام، أنا الرز هون طبخته، حطيت معلقة سمن عربي على السطح، ما بحرك رز نهائي، بتركه 10 دقايق يرتاح. تمام، طيب طبختي داود باشا خلصت. أنا هون دخنتها وخلصت. شوفي إيش رح أساوي. أنا مدخنتها، أنا مدخنتها، ما لازم أنت تشيلي الغطاء. هلأ أنا شلته لأنه مدخنتها وخالصة. تمام، هذا هو عملية التدخين بهالطريقة، زيت بهالطريقة. شوفي ايش بدي اساوي، بحط، تمام، غلوتين بس اتسبكت. انا معي اتسبكت، طفيت عنا، خلينا نسكبها، خلينا نشوف. هاي هي
بسم الله بسم الله. شوفي هالمزيج ما احلى شلون مسبكي. تمام انا بحطها بالفرن كمان شوي، بس شوي بحطها بالفرن. هاي هي بعملها هالوش على الوش هاي بهالطريقة. هالحركة هاي تتميز فيها مدام. منكمل صبايا، هذا هو الداوش باشا. مثل ما قلنا فحمنا بفحمة الأرجيلة، حطينا بصحن صغير زيت معلقة، وهي الفحمة شعلتها على الغاز وطبيتها بصحن الزيت اللي مزيج اللحم اللي قليناه بالطواي اللي تركته على طرف، اللي قلنا بثلاث ارباع استواء الكباب هندي بطبه عشان ياخد طعمة ريحة منقل الشوي وقت اللحم نشوي على المنقل. هي اختيار ذوق شخصي. الفليفلة الحمراء، الخضراء، البصل كمان لنا اختيار. خلصنا نحن الداود باشا، هدول القلوبات منا نطبهم. شوفي ما احلاهم. تمام. طيب انا بدي اسكب صحن وازين لكم اياه. شوفي هالمزيج ما احلى. بزينه بهالطريقة، شوفي شلون هيك، لأنه في ناس ما بتحب مثل ما قلت لك هذا توم مع بصل بهالطريقة. وهدول المكسرات هون، لانه في منهم ما بحبوا هالمزيج، هذا ذوق شخصي، ما من المكونات الاساسيه تبع داوود باشا، هدول اضافات مدام دلال. تمام. هلا الرز البشعيريه بدي افرجيك اياه شلون رح ينزل ما احلاه. عم يلمع مع احلى كرزي لحاله. من زينه حبيته بقلوبات، حبيته مبهار. تكتفوا على راحتكم. هذا هو الرز. زينوا بهدول ما احلاهم، يعطوا شكل حلو للرز، شكل حلو. تمام، يطلع شكل مرتب. طيب نحن جنب داوود باشا الفليفله، هي انا شكلتها بالبرايه. هي هي البرايه. طيب بدي اتعرض لشيء ثاني. في صبايا عم بيقولوا انه المشبك ما قرمش معهم، انا هذا صار له
عملته 24 ساعة، خلينا نشوف اختباره. بدي أطقل لك يا سمعاني صوته، سمعاني صوته. بتمنى أنه تتأيدي بطريقة التحضير لتاخدي القرمشة الطيبة. شايفة؟ بدي هذا قبل بيوم غيطته قطره خالص، مقلي وخالص، رح تاكلي مقرمش. سمعاني صوته؟ شوفي قلبه؟ لأنه أنا مستغربة مدام دلال بتعطي الوصفة بمصداقية تامة، وإذا قلت لك وصفة المشمر ناجحة بالمية ألف، شهر فضيل صدقيني جربيها تاخذ العقل. داود باشا بقول المكونات: بندورة بتضربي 3 ارباع صوص كريمي، بندورة وحدة بتفرميها فرم ناعم، بصلتين بتفرميهم مثل فرم بصل المجدرة، بترشي معلقة صغيرة طحين وتتركيها على جنب، بتقليها بمعلقة سمنة. الكبابة حبيتي تحشيها ما حبيتي، هذا اختيار وذوق شخصي، لا يعني فشل أو نجاح الكبابة، ولكن يعني الأطيب. بتشوحيها، بتثبتي تشكيلها بالميكروويف، بعدين بتقليها بسمنة أو دهنة أو زيت، بتحطي معلقة دبس بندورة مع معلقة زيت أو معلقة سمنة، بتشوحيها لتفقع لونها، بعدين بتحطي مزيج الصوص اللي خلطناه على المكسر، بتحطيه ليتعقد، بتطبي البصل، بعدين بتطبي 3/4 أو نصف مزيج الكبابة المقلة مع البصل، بتفحمي الكبابة بواسطة فحمة الأرجيلة، بتحميها على الغاز وبعدين بتطبيها بصحن زيت، وبتحبسي الدخان لمدة 10 دقائق بس، وبثلاث أرباع تسبيك داود باشا بتحطي الكبابة النص الثاني وغلوتين بتطفي. بتحبي تحرقي وشها بالفرن، بتحبي تقدميها بهالطريقة، بتزينيها بصنوبر، طبعا الفليفلة، البصل، الثوم، الترانشات، بتشوحيهم بمعلقة زبدة أو سمنة وبتطبيها على الوش. هذا هو داود باشا، طريقة مدام دلال حناوي. أهلا وسهلا فيكي صبي.